السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كذلك عندنا سؤال مستمعينا الكرام. عبد الكريم من الرباط يقول: ما حكم الاستمناء في نهار رمضان؟ سيدي الكريم، الاستمناء في نهار رمضان مبطل للصوم، مبطل للصوم. الإنسان إذا تعمد إخراج المني، سواء عن طريق الاستمناء أو عن طريق مداعبة الزوجة أو عن طريق الجماع، فلا شك أن هذا مبطل للصيام. وهل يترتب عليه كفارة؟ الصحيح أنه يترتب عليه كفارة. لماذا؟ لأن الكفارة، علة الكفارة هي انتهاك حرمة رمضان. في موطأ الإمام مالك وفي غيره من كتب السنن أن رجلا أفطر متعمدا في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة وبالإطعام أو بالصيام، صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فقال الفقهاء: علة الكفارة هي ماذا؟ هي انتهاك حرمة رمضان. فمن انتهك حرمة رمضان متعمدا فإنه تجب عليه الكفارة. نعم. والكفارة في مذهب المالكية على التخيير، بمعنى أنه إما أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. والصواب أنه إذا كان من الفقراء فإنه يصوم، عفوا، فإنه يطعم، إذا كان من الفقراء فإنه يطعم 60 مسكينا، وإذا كان من الأغنياء فإنه يصوم، لأن الغالب أن الغني هذا يعني يسهل عليه أن يطعم 60 مسكينا. فلذلك بعض فقهاء المالكية ارتأوا بأن الغني يصوم، وأما الفقير الذي هو يعني من عادته أن يبقى يعني في صوم، يعني يتحمل الصوم في الغالب لأنه فقير يعني لا يجد ما يأكل غالبا، فقالوا هذا يطعم لأنه يعني فقير، يعني المال قليل، وبالتالي إذا أطعم 60 مسكينا فإن هذا الأمر سيكون بالنسبة إليه كفارة. نعم. فلذلك يعني فقهاؤنا المالكية أو بعض الفقهاء من المالكية قديما وحديثا ارتأوا بأن الغني يصوم والفقير يطعم. جميل. فهل هذه الكفارة متعلقة فقط بالجماع؟ أقول بالجماع وبمن تعمد إخراج المني في نهار رمضان، سواء كان بجماع أو كان بمداعبة الزوجة أو كان ذلك بمشاهدة يعني الأفلام الإباحية، أصلا هي محرمة ولكن بعضهم قد يرى يعني هذه الأفلام الإباحية حتى يعني ينزل، أو بالاستمناء، فإن هذا مبطل للصيام ويترتب في حقه الكفارة، ولا شك أن هذه معصية عظيمة، لأنه انتهك حرمة رمضان، ورمضان له حرمة كبيرة عند الله. فكما أن الأجور تضاعف في شهر رمضان، الأعمال الصالحة أجرها يضاعف، فكذلك الأوزار الذنوب، فإن إثم هذه الذنوب كذلك يضاعف في شهر رمضان، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.